الثايرويد فانكشن ان بريجنسي. بالبريجنانس حكينا شو حيزيد عنا هرمون الاستروجين، وبالتالي زيادة هرمون الاستروجين حيزيد ارتباط الثايرويد هرمونز بالتي بي دي، وبالتالي حيزيد عنا ايه مكتوبه رايز ان توتال بايندينج جلوبولين برتبط فيه اكثر. الفري تي 4 تي 3 هذول ما برتبطوش بال، هذول ما بيكونوش مرتبطين بالتي بي دي، بكونوا ماشيين لحالهم بالبلد، هذول ما لهم علاقه، ما مش حيتغيروا بالبريجنسي. بالبريجنسي حيزيد لنا اللي هو الاتش سي جي، هذا الاتش سي جي عنده ويك تي اس اتش اغونست، يعني بيحفز شوي اللي هو الثايروسين عفوا الثايرويد ستيمولاتنج هرمون اكتيفيتي، فهو عنده علاقه بسلايت انلارجمنت دورينج بريجنسي، بيصير عند الام الحامل ضخم طفيف في حجم الغده الدرقيه. انتي ثايرويد دراجز لايك كاربيمازول والبروبيل ثيوريسيل زي ما حكينا قبل، هذا حكيت قبل، هذول بنعطوا الام الحامل اذا صار عندها هايبر ثايرويديزم، وهذول بعبروا البلاسينتا عشان عشان اذا صار عند الجنين اشي يعالجوا كمان. الدكتور نبيل على فكرة بحب الأدوية، فممكن ما تستبعدوش يجيب عن الكاربيمازول والبروبيل ثيوريسيل. التي اس اتش ريسبتورز، تي اس اتش ريسبتورز هم اللي هم الثايرويد ستيمولاتنج هرمون ريسبتورز، هم عبارة عن جي بروتين لينك ريسبتورز، وهذول الجي بروتين لينك ريسبتورز أخذناه بالمحاضرة الماضية، أما بيكون مثلا على السي كام، بيشتغل على سي كام اللي هي أدينا سايكليز باثوي، أو الـ IP3 أو الداق اللي هو اللي هي الفوسفول اي بي اس سي باثوي. والسي كام حيزيد لنا شو بالآخر بروتين كينيز إيه اف، البروتين كينيز إيه والاي بي 3 والداج عفوا الاي بي 3 حيزيد عندنا الكالسيوم حكيناها قبل، والبروتين كاينيز سي حينتج عن اللي هو الداج. طيب هاي برضو صوره لل ثايرويد ستيمولينج هرمون ريسبتور، هون واضح لنا انه اذا ارتبط فيه الثايرويد ستيمولينج هرمون ممكن يصير عندنا شغلتين، يا اما انه الجي تي بي تحول لجي دي بي ويروح يعمل لنا ادرينال سايكليز باثوي مش عاملين بالاخير سي كامب، وبالتالي شو كان هذا بروتين كينيز اي، وبالتالي صار عندنا استيميليت ثايرويد هرمون سينثيسيس اند ريليز، او عن طريق الجي تي بي يتحول لجي دي بي ويروح على الفوسفول اي بي اس سي باثوي، وعن طريق اعطينا الاي بي 3 او الداج، وهذا الاي بي 3 بيزيد لنا الكالسيوم والداج بيزيد لنا البروتين كينيز سي. Regulation of thyroid hormone secretion. Thyroid stimulating hormone binds to the specific TSH. Thyroid stimulating hormone بربط على شو اسمه ريسبتور تبعون موجودين على basal membrane of thyroid cell. Most if not all أغلب وإذا مش كل function اللي بتصير هي عبارة عن function أساسها second messenger. second messenger مش هاي ال first messenger. ال first messenger اللي هو ال أو ال messenger العادي ال primary اللي هو ارتباط ال TSH بال اللي هو TSH receptor، بس بعدين تفعيل ال G تفعيل ال G protein لل adenosine cyclase أو phosphorylase هاي هي ال function الأساسية اللي بنيها إحنا. ال function الأغلبية هم بتصير عن طريق C camp أو مثلا ال phosphorylase. Actions of thyroid stimulating hormone شو بيعمل؟ Active uptake of iodine stimulate with some action involved in بالضبط. حيزيد عن الهرمون synthesis لل إذا زاد الثايروسين stimulating hormone حيزيد عن الهرمون thyroid hormone synthesis، وكمان حيزيد عن الأبتيك of colloid. إذا زاد عن الأبتيك of colloid حيصير عن هو enlargement of thyroid gland. فهذا هي مكتوب induces growth of thyroid gland بزيد حجمها. thyroid hormone regulation في عندنا 4 mechanisms للthyroid hormone regulation. أول واحدة حكيناها قبل على فكرة وهسه هنعيدها اللي هي classic hypothalamic pituitary gland axis، اللي هي أنه الhypothalamus تفرز للthyroid releasing hormone TRH بروح على pituitary بحفزها تنتج thyroid stimulating hormone. هذا الثايرويد ستيمولينج هرمون بيروح على الثايرويد جلاند نفسها بيحفزها عشان تنتج T4 و T3. ال T4 و T3 عفوا T4 حيتحول اغلبه نصه حكينا اكثر من نصه ل T3،
حول تي 3 جوا البتو 3. وهاي البتو 3 كمان برجع كمان بفوت على التي 4 بتحول لتي 3 كمان بروح وين على هايبوثالمس. فهذا التي 3 اللي تحول وراح على الهايبوثالمس بيحكي يعني زي كأنه بيحكي للهايبوثالمس بكيف بتفرزي الثايرويد ريليزنج هرمون عشان يعني عندنا كمية كافية من التي 3 والتي 4. هي فيدباك انهيبيشن. هاي عملية أصلاً عملية اللي هي T4 أنه يصير T3 هي اسمها iodination فبتخلص من I من يود وبس. ممكن ممكن T4 تحول لريفيرس T3 بعدين حنحكي هاي أنه شو أسبابه زي هيك. الثايروسين ثايرويد بدنا نحكي الثايرويد ثايروسين ثايرويد ريليزنج هرمون هو عبارة عن ترايبي بتايد يعني ثلاث حبات بتايد مرتبطين مع بعض بينظم TSH secretion. هو عبارة عن جي بروتين نحكي شوي عن الثايرويد ستيمولينج هرمون نحكي عن الثايرويد ريليزنج هرمون والاثنين عبارة عن جي بروتين. هذاك بيشتغل ممكن يشتغل على أدينيل سايكليز والأوس فوسفولايبيز هذا بيشتغل على فوسفولايبيز خصيصا وبالتالي بما أنه بيشتغل على فوسفولايبيز إذا نحن عملين IP3 والداج الـ IP3 مسؤول عن شو؟ عن زيادة الانتروسيلولار ال CA و CA بلس 2 حيعملنا حيزيد ال TSH release. مين مسؤول عن زيادة ال TSH release اللي هو ال CA والداج شو حيعملنا؟ حيعمل activation لل protein kinase C والبروتين kinase C شو حيعمل؟ stimulation لل thyroid stimulating hormone alpha and beta subunit gene transcription حيحفز إنتاج الثايروسين ثايرويد ستيمولينج هرمون الفا اند بيتا سب يونت ترانسكريبشن اللي هو البي كي سي اللي هي حفز مين اللي هو الداج. ثايرويد ريليزنج هرمون برضه كمان بنظم عمليه الثايروسين ثايرويد ستيمولينج هرمون جلايكوسيليشن هاي عمليه بتصير للثايرويد للتي اس اتش بتهناش. الثايرويد ريليزنج هرمون بتحكم زياده او نقصان بتحكم فيها الشغله زياده او نقصان بال T3 أو T4. نقصان بال T3 أو T4 إذا نحن بدنا زيادة فيهم إذا نحن لازم نزيدهم وبالتالي ثايرويد ريزنج هرمون حيزيد. ونقصان أو زيادة بال T3 أو T4 إذا نحن عندنا كمية كافية من T3 أو T4 وقف إنتاج ال TRH. تمام هاي صورة عامة لل G بروتين اشتغل على الفوسفولايباز C وهي ممكن تكون هاي صورة مثال ل TRH أو TSH عادي بهالحالة جي بروتين حفز اللي هو الفوسفولايباز سي فوسفولايباز سي بنتج لنا الداج والاي بي 3 زي ما حكيت قبل والداج بيعمل لنا اللي هو بروتين كينيز سي وال بروتين كينيز سي زي ما حكيت شو هو بيعمل شو ستيميليشن ل TSH الفا اند بيتا سب يونت جين ترانسكريبشن والاي بي 3 بحفز لنا اللي هو الكالسيوم انتراسيلولار كالسيوم عشان يزيد والانتراسيلولار كالسيوم كان هون مكتوب عشان شو حيعمل لنا بالاخر ستيميليت تي اس اتش ريليز مين مسؤول عن تي اس اتش ريليز ستيميليت التي اس اتش ريليز بال تي ار اتش اللي هو الكالسيوم اللي هو اساسا مين انتجه اللي هو اي بي 3. طيب الثايرويد هرمون ريسبتورز فإن ريسبتورز للثايرويد هرمون نوعهم تايب 2 وموجودين تايب 2 بالنيوكليس. شايف تذكروا حكينا بالمحاضرة الأولى أن الثايرويد هرمون عبارة عن لايبوفيليك وكروس ذا ممبرين فبروحوا بعبر الممبرين وبدخلوا لوين عند النيوكليس. فهاي التايب 2 ريسبتورز الموجودين على النيوكليس عندهم هاي افينيتي فور تي 3 وهي فعليا أكثر بكثير من مكتوبة مش مكتوبة أكثر بكثير من الافينيتي تبعت التي 4 هسه كمان شو بنلاقيها. هذا الريسبتور تبع الثايرويد هرمون يعني بيكون هومودايمر بيعمل ديمرايزيشن يعني تو ريسبتورز بيلزقوا ببعض واذا كان من نفس النوع اللي هم التايب 2 ريسبتورز بيكون هومودايمر اذا كان من نوع مثلا تايب 2 ريسبتور مع ريتينويك اسيد ريسبتور هذا نوع بدناش فيه بهمناش المهم انه الفكرة يا اما يكونوا متشابهين بيكونوا هومودايمر لما يكونوا مختلفين بيكونوا هيترودايمر.
هذول الريسبترز وين موجودين؟ هذول ديمراز الريسبترز موجودين على ال DNA، ومع أدرى ترانسكريبشن فاكتورز شو حيقدروا شو جين ترانسكريبشن وإنتاج أما سنجر RNA، وبالتالي بالأخير بروتين. في نوع ثاني من تغيرات هرمون الريسبترز موجودين على الممبرين، ممبرين الريسبترز سوري عن شو عن أي موفمنتس. الثيروت هرمون كريز لما تبلك اكتيفيتيز اولموست بيشتغلوا على الثيروت هرمون، بيشتغلوا على كل خلايا البادي زي ما حكينا قبل. هاي عبارة عن ثيرويد هرمون ريسبتر، اذا ارتبط مع واحد ثاني بشبهه وهو بيكون شو هومو دايمر، اذا مع اللي هو الريتينويك اسيد ريسبتر بيكون هيترو دايمر. وموجودين حكينا على الدي ان اي، وين موجود الدي ان اي بخصيصا اللي هو الهرمون ريسبونس اليمنت. هرمون ريسبونس اليمنت حكينا بالمحاضره الماضيه كمان، هو مكان ارتباط الهرمون بالريسبتر كومبلكس موجود على شو على دي ان اي. فاذا ارتبط التي 3 مع الثايرويد ريسبتر وبالاخير صار هومو دايمر او هيترو دايمر، بروح على الدي ان اي ومع كور ريبيسر او كو اكتيفيتور، هم بيحددوا انه هل حيصير ترانسكريبشن او لا، بيصير عندنا ترانسكريبشن وبالتالي ام مسنجر ام ار ان اي mRNA مش مسنجر mRNA. Structural similarities among receptors for steroid and thyroid hormone. الستيرويد والثيرويد هرمون بتشابهوا أغلب اللي شو بتشابهوا بالDNA binding region، وين بيرتبطوا على DNA، والهرمون binding region اللي بيرتبطوا فيه بالهرمون. غير هيك في اختلافات بينهم. Mechanisms of thyroid hormone action حكينا أن ارتباط الثايرويد هرمون ريسبتر بال T3 10 أضعاف قوة الارتباط بال T4. نجلس هسه الهايلايت رابط اشتغل هنا. Four variants of nuclear receptors were observed. كان أربع variants من الثايرويد ريسبترز مكتشفين عشان ترتبط بال T3. فري ثايرويد هرمون ريسبترز في عندنا فري ثايرويد هرمون ريسبترز موجودين مش مرتبطين بال دي ان اي اتش ار اي، وفي والكور ريسبترز في عندنا فري يعني. هاي الصوره بتوضح انه تي 4 بتحول اذا فات النيوكليس بتحول ل تي 3 بصير ايدينيزيشن، والتي 3 بدخل النيوكليس بيرتبط بالثايرويد ريسبتر هرمون وين بكون موجود على الدي ان اي. وإذا بتلاحظوا هنا هو هيترو دايمر مرتبط مع ريتينويد اكس ريسبتر، وارتبط وين على ال HRE اللي هو الهرمون ريسبونس إليمنت، وبالتالي صار عندنا جين ترانسكريبشن، وبالتالي عندنا تصنع على mRNA، والmRNA حيتحول لبروتينات وحيصير عندنا فانكشنز. شو ما كانت الخلية، إذا خلايا بيشتغل خلايا كلها حكينا، إذا كانت مثلا بيعمل مصر مثلا بيعمل بزيد الميتابوليزم بالكارديوفاسكولار بيشتغل، على سي ان اس ديفلوبمنت بيشتغل، على الجروث بيشتغل، اكثر السيستم بيشتغل، حكينا بيشتغل على كل خلايا الجسم. increased expression of proteins by thyroid hormones. اذا زاد عندنا الثايرويد هرمون شو حيصير عندنا؟ زياده بالجليسيرول 3 فوسفيد ديهيدروجيناز، هذا انزيم مهم في عمليه اللي هي الجليسيرول 3 فوسفيد شتل اللي هو تحول الدايهيدروكس اسيتون فوسفيت ل جليسيرول 3 فوسفيت. هيك انها المهم انها عمليه تتضمن تصنيع ناد اتش. ناد اتش بيهمنا زي ما نعرف انه عشان تصنيع الطاقه، اذا حيزيد عندنا اللي هو جليسيرول 3 فوسفيت ديهيدروجيناز، حيزيد عندنا الساتيكروم سي اوكسيديز، هذا هو موجود بالميتوكوندريا عشان شو؟ عشان الاوكسيديتيف فوسفوريليشن بالالكترون ترانسبورت تشين. بالضبط هي الالكترون ترانسبورت تشين، اذا حيزيد اللي هو الاكسيديتيف فوسفوريليشن، حيزيد عندنا انتاج الطاقه. اي تي بيزز اللي هو برضه هاي بالاكسيديتيف فوسفوريليشن، وكمان موجود وين بالمصاصز، اذا حيزيد انتاج الطاقه واستهلاك الطاقه كمان. كاربامل فوسفيت سينثيسز هاي موجود، وهذا باليوريا سايكل. الجروث هرمون كمان حيزيد، هاي الهرمونات هاي الانزيمات حتزيد بال اذا زاد عندنا الثايرويد هرمون. شو حصل عندنا؟ increased respiration during hyperthyroidism. صار عندنا hyperthyroidism حيزيد عندنا respiration. ليش؟ نحن قاعدين نستهلك طاقة أكثر، بالتالي نحن بدنا أكسجين أكثر. إحنا قاعدين هاي وينها؟ كتب increased synthesis of ATP. والsynthesis of ATP يحتاج أكسجين طبعاً. ف
فبحتاج نحن it means the increase the consumption of oxygen. وكمان زي ما حكينا قبل أنه زاد عندنا سيتوكروم سي أكسيديز الأكتيفيتي تبعته زاد عندنا، فبالتالي حيزيد عندنا أكسيديت فوسفوريليشن، وبالتالي حيزيد عندنا الأكسجين كونسبشن ويزيد عندنا البرودكشن في ATP، وبالتالي حيزيد عندنا استهلاك أكسجين وزيادة الحاجة للأكسجين. والإنكريز كونسبشن في ATP بدأ من حين قديم نستهلك الطاقة مش بس نصنعها بكثير، إذا نحن بنحتاج أكسجين أكثر والـ ATP برضو شو اسمه بحتاج أكسجين، فبزيد عندنا الـ depletion of ATP وبالتالي بزيد عندنا حاجتنا للأكسجين وحاجتنا لتصنيع الـ ATP. هاي سلايد واضحة حالها بحالها، يعني مش عارف ايش قبل اوضحها. هاي اخر سلايد اجل، بس هي حفظ، عبارة عن حفظ انه شو اشياء بتزيد الثايرويد هرمون برودكشن واشياء بتقلل الثايرويد هرمون برودكشن، او اشياء بتزيد اللي هو تحويل تي 4 لريفرس تي 3. هم اللي بحول الـ T4 الـ T3 يعني هذا إشي سيء، إذن شو يكون إشياء سيئة مثل ستريس، تروما، إشياء زي توكسينز، إنفكشنز، أشياء خامة. أما أشياء كمان بتعمل إنهيبيشن للبروبر، يعني بتعمل إنهيبيشن للبروبر برودكشن أوف ثايرويد هرمون، برضه هذا إشي سيء، إذن شو هيكون برضه إشياء سيئة، ستريس، إنفكشن، هاي أشياء. الباقيات مش حقدر أساعدكم يعني أحفظهم، بس أنه شو إشي اللي بيزيد الـ production of ثايرويد هرمونز، أشياء اللي بيزيد تحول T4 لـ T3، يعني أحفظ بس. أعطيكم ألف عافية، إن شاء الله أكون فدتكم ولو قليلا، وفقين إن شاء الله بدراستكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.